يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا عندما أرى رؤيا أو أرى حلم أذهب إلى أحد المفسرين، عندي أحد الأرقام له، وأخذ هذه الرؤيا منه، فما حكم التردد وأخذ الفتوى من هؤلاء مأجورين؟ هذا فيه تفصيل مسألة إن كل ما يرى الإنسان رؤيا يطلب تأويلها هذا غير مناسب، لكن الرؤيا التي يخاف منها أو يستبشر بها، الرؤيا التي يخاف منها يترك تفسيرها ولا تضر بإذن الله، يكتمها ولا تضر. أما الرؤيا التي يسر بها فلا بأس أن يطلب تفسيرها، ولا يكثر الإنسان من السؤال عن الرؤى، لأن أكثرها أضغاث وأحلام أو من الشيطان. نعم.